باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. النهاردة أحبائي القراية اللي اتقرت علينا قراية مخصوص كده بتتقرى من الحين للآخر. مين كان حاضر الإنجيل النهاردة؟ هعمل نفسي مش شايف عشان ما الإنجيل النهاردة كان من معلمنا لوقا الإصحاح التاسع. معلمنا لوقا الإصحاح التاسع ده اللي فيه السيد المسيح بارك الخمس خبزات والسمكتين. بيتقرى كل ما يجي في الشهر القبطي حد خامس. ليه؟ احنا عارفين يوم الحد ده يوم الرب، وبالتالي يوم الرب ده يبقى يوم بركة في حياتنا. كلنا بنتجمع فيه في الكنيسة ونتحد بالمسيح في الذبيحة. فالشهر اللي يبقى فيه خمس أحد يعني يبقى البركة مضاعفة يعني. عشان كده لما يجي الحد خامس يقرا ما يسمى بإنجيل البركة، اللي هي لما رب المجد بارك الخمس خبزات والسمكتين. الحقيقة أنا عايز أركز شوية بسرعة قوي يعني في نقط بس. مدام بنتكلم على البركة يبقى أكيد كل واحد فينا يبقى بيته مليان بركة، ولا ما حدش يتمنى كده؟ كلنا بنتمنى بيوتنا تبقى مليانة بركة. بس من خلال الإنجيل كده تعالوا نشوف إمتى تبقى بيوتنا فيها بركة. لما نسترجع مع بعض قصة مباركة السيد المسيح للخمس خبزات نقدر نعمل إسقاط للي حصل ده على بيوتنا عشان تبقى بيوت بركة. أولا، لو لم يكن السيد المسيح موجودا في ذلك الوقت في ذلك المكان ما كانش فيه بركة. مين ده اللي يقدر يطعم 5000 من 5 خبزات وسمكتين؟ ربنا وحده هو اللي بالبركة الإلهية بارك في 5 خبزات والسمكتين وأشبع 5000 رجل غير النساء والأولاد، وفضل عنهم 12 خفة مملوءة. يبقى أنت حبيبي اللي بتدور على البركة في بيتك اسأل، المسيح موجود في بيتك؟ ليه تواجد؟ طب ايه مظاهر تواجده؟ هل بيتك ده بيت مؤهل لسكن المسيح فيه؟ محتاجة مراجعة. هل بيتك ده بيذكر اسم المسيح فيه؟ بمعنى بيوت صلاة، عشان كده ما بنقول ايه من اول نقول خالص بيوت صلاة بيوت بركة. ان وجدت الصلاة وجدت الصلة بالله، زي ما بيقولوا الاباء ان الصلاة هي الرباط الذهبي الذي يربط المخلوق بخالقه. فاذا كان بيتي في صلاة اكيد فيه المسيح، وان وجد فيه المسيح وجدت البركة. يبقى انت لما بتفتقد البركة في بيتك فتش عن المسيح. هل اللي موجود في البيت عوامل جذب للمسيح ولا عوامل مانعة لوجود المسيح؟ إيه اللي يمنع دخول المسيح بيتك؟ في حاجة كده لو المسيح دخل فجأة تكتشف إن المسيح يدخل بيتك؟ يعني أبونا لو طب فجأة على بيتك كده، يا أبونا ادينا بس خد معاد ولازم تيجي، إيه اللي حصل يعني؟ كان في إيه يعني؟ إذن حبيبي البيت اللي رأسه المسيح كله بركة. ده بسرعة قوي يعني. البيت اللي بيخضع لتعاليم المسيح كله بركة. البيت اللي بينقرأ فيه إنجيل المسيح ولنا قاعدة مع بعض كده قدر الإمكان كله بركة. يبقى أول عوامل من عوامل البركة في بيوتنا وجود المسيح في بيتنا. العامل الثاني
البيت الممتلئ حب فيه بركة. تعالوا نشوف في القصة دي أين الحب. الجموع كلها حبا في المسيح مشيت وراه لحد ما وصلت إلى أرض خلاء بعيدة عند بيت سيدا حبا. الجموع دي اللي بتحب المسيح قضت اليوم كله مع المسيح لحد ما الدنيا ليلت، محدش قال احنا اتأخرنا. يعني لو ابونا بيتأخر 10 دقايق كده في قداس ولا في وعظة نقعد نبص في الساعة. تعالوا بقى الناس اللي حبت المسيح شوفوا قدت قد ايه. التلاميذ، ما هو انت تحب المسيح وتحب ولاد المسيح، عاوز تعبر عن محبتك للمسيح اظهر محبتك للآخر، اظهر محبتك للآخر. هتحب المسيح اللي انت مش شايفه ازاي الا اذا حبيت اعدائك ومحبيك، حبيت كل انسان. من يحبني يحفظ وصاياي، واول وصاياه هي المحبة. بيتك فيه محبة فيه المسيح. يجي يشتكي لي ان ابنه صفته، طب يعني انت وزوجتك علاقتك مليانة دفء مليانة حب، انت وزوجتك مع بعض معيشين ولادكوا في احضانكوا بملء الحب. الحب جاذب للمسيح جوه البيت، وان وجد المسيح وجدت البركة. التلاميذ حبهم في الجموع عملوا ايه؟ شوفوا التعبير. التلاميذ بالاجماع كلهم كده الاثني عشر يقول الكتاب راحوا للسيد المسيح قالوا اسر في الجموع. يعني كلهم مع بعض الاثناشر مليانين مشاعر حب تجاه الناس الغلابه اللي جايه من اخر الدنيا. فرب كل قلوبهم الاثناشر اتحركت، والاثناشر راحوا لرب المجد في حدود امكانياتنا اسر في الجموع، ما عندنا شكل، منتهى الحب. البيت اللي فيه الحب فيه المسيح. النقطة الثالثة، البيت اللي يحكمه النظام فيه المسيح. تلاقي ايه؟ كل حاجة بنظام في البيت. بمعنى للصلاة وقت محدد، احنا كل يوم بنجتمع الساعة كذا عشان نصلي مع بعض. للأكل لازم ناكل مع بعض في وقت محدد، في نظام. للزوج دور جوه البيت بيعمل ايه؟ في نظام. للولاد لهم دور، كل واحد في دور ليه دور في البيت بيعمل ايه؟ ماما اللي بتوضى بسرير ابنها ولا ابنها اللي بيوضى بسريره؟ بيت في نظام. ماما اللي بتشيل الاطباق بعد كل واحد ما بياكل ولا كل واحد بيشيل طبقه؟ البيت في نظام. بابا اللي شرب كوباية الشاي سابها مكانها ولا في نظام؟ بيت ماشي زي الساعة. حتى في الميزانية بتاعت البيت لها نظام. ما فيش يوم هنصرف زيادة وشهر نصرف ناقص، لا، بيت فيه نظام. عارفين نظام وعاملين لست كده بالمصاريف، ايه الثوابت اللي بنصرفها؟ اولها ايه؟ اول الثوابت ايه؟ حق ربنا. اصل الدخل ثابت، يبقى دي اول الثوابت، بنحسب حق ربنا عندنا ايه؟ اعطوا تعطوا. فالبيت اللي منظم وعارف حق ربنا عنده بيت فيه بركة. وبعد كده يحط الثوابت بقى، الكهرباء ايه، المية ايه، مورجج ولا ايجار ايه، كله بيتحط. والباقي بيتقسم ازاي ويتنظم ازاي؟ بيت منظم. وهنا احنا شفنا السيد المسيح زرع النظام في التلاميذ في هذا اليوم. قال ايه؟ اجلسوهم فرقا 50-50. يقول الكتاب فاجلسوهم اجمعين فرقا 50-50. ودي تورينا اهمية خضوع الكل للنظام. تاني، خضوع الكل للنظام. مفيش اكسبشنز، مفيش استثناءات،
ما دام حطينا نظام يبقى الكل بيخضع للنظام. فهنا قعدوا الكل وبدون استثناء 50-50. ده احنا لو حطينا نظام بس نركن العربية فين ولا اي حاجة. كل واحد عايز استثناء. البيت المنظم فيه بركة، والكنيسة المنظمة اللي كل واحد فيها ليه دور فيه بركة. هختم عشان ما يعني ما طولش عليكم. البيت اللي فيه التدبير فيه بركة، بيت مدبر. السيد المسيح بعد ما أكل الجموع قال للتلاميذ كده اجمعوا الكسر. وقديس يوحنا في إنجيله في الإصحاح السادس لما اتكلم عن القصة دي قال لهم اجمعوا كسر خبز الشعير. يعني اشمعنى يوحنا قال انها خبز الشعير؟ يعني عيش بسيط قوي بتاع الناس الغلابة، يعني محدش في اليوم ده بيأكل عيش شعير. فرغم انه بقايا ورغم انه من شعير برضو جمعوه، ما تستقلوش بيه. والنتيجة جمعوا 12 كفة مملوءة. عشان كده انا ادخل البيت اقول البيت ده مدبر ولا لا. لو دخلت البيت وجايبين عيش من بره وركنينه وما تقطعش وما تكيسش في كياس عشان يتحفظ صح، بيت مش مدبر. البيت اللي يحط رغيف سليم على السفرة، بيت مش مدبر. كل واحد يقطع حتة والحتة ترمت، إنما ما يقسمه 4/4 ولا 2، كل واحد ياخد جزء اللي هو عايزه. البيت اللي مفهوش في التلاجة طبق عليه فويل ومحطوط في التلاجة، بيت مش مدبر. ولا الكلام ده مش صح؟ اللي اتبقى ترمى. البيت اللي يغرف لكل واحد من الحلة في طبقه، بيت مش مدبر. يحط طبق واحد في الحاجة وكل واحد ياخد قدر حاجته. اللي البيت اللي صفيحة القمامة ما فيهاش أي مادة عضوية، بيت مدبر. فاهمين يعني ايه ما فيهاش مادة عضوية؟ ما فيهاش أكل مرمي، يعني ما فيهاش بقايا أكل مرمية، بيت مدبر. هو أنتوا فاكرين إن التدبير ده مطلب عالمي؟ ده أنتوا كشعب إنجليزي علمتوا العالم كله التدبير. أقولها تاني، أنتوا كشعب عايش في إنجلترا الإنجليز دول علموا العالم كله التدبير. كنت ألف في العالم كله وألاقي حوض المية في البيوت الإنجليزي مختلف عن حوض المية في كل بلدان العالم. أقولها تاني، حوض المية في البيوت الإنجليزي القديمة مختلف عن كل بيوت العالم. بيوت العالم يعملوا الحوض قد كده والإنجليز عاملينه قد كده. بيوت العالم عاملين خلاط للمية سخن وبارد، والإنجليز عاملين حنفية للسخن وحنفية للبارد. طب عاملين كده ليه؟ هو الواحد هيغسل إيده بالمية الساعة وبعد كده يغسل بالمية السخنة؟ عشان في الحوض الصغير ده يفتح يحط شوية مية ساعة وبعد كده يحط شوية مية سخنة تتخلط ببعض، وياخد من الحوض ويغسل وشه بكوباية مية غسل وشه. إنما اللي فتح الخلاط على آخره والمية عمالة تجري، فين التدبير؟ التدبير نعمة والتدبير مصدر بركة. اللي بيته ما فيهوش حاجة بتترمي ده بيت مبروك، والحاجة قبل ما تترمي لها طريقة يعاد صياغتها تاني ولا تفصيلها تاني تتعمل بها أي حاجة تانية في البيت. هلخص وأقول، بيت البركة هو البيت اللي بيسكنه المسيح. بيت البركة هو البيت اللي فيه محبة. بيت البركة هو البيت اللي فيه نظام. بيت البركة هو اللي فيه تدبير.
ربنا يبارك حياتكم، يبارك بيوتكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أنا بعد القداس على طول إن شاء الله هطلع هسيبكم وامشي. ليه؟ رح فين؟ أنا جيت من مصر عشان مؤتمر الخدام لأول مرة الحقيقة، نعمل مؤتمر خدام لولادنا، نجمعهم كلهم في حتة واحدة، ومؤتمر ناجح جدا من جهة عدد الحضور، من جهة الموضوعات، من جهة الفقرات بتاعته. لو اهتمينا بخدامنا كويس هيبقى فيه اهتمام بأطفالنا وشبابنا كويس، وبالتالي بيوتنا تبقى بيوت بركة، وبيوتنا نبقى سعداء ان ولادنا حلوين. عشان كده الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي دي هي فترة اهتمام قوي بالخدام. كنت معاهم الجمعة والسبت واستأذنتهم بس اجي اصلي معاكم القداس وارجع عليهم تاني، ومن عندهم اذا سمحت عناية ربنا اجري جري على مصر ان شاء الله، ونشوفكم قريب على خير. برضو نشكر ربنا، ابونا شنودة اليومين دول مهتم عمال يجهز لبرنامج اعداد خدام، وهيشتغل على مجموعة الشباب الصغير، يشتغل معاه على مدى 3 سنين لتجهيزهم للمستقبل يبقوا خدام في الكنيسة. بدأ يتعب وبدأ يجهز مجموعة من الخدام تخدم معاه في المجالات دي. أرجو كلنا نساعده، والأباء يساعدوه، والخدام الكبار يساعدوه عشان المشروع ده ينجح. بقالنا سنين طويلة بطلب من هنا من الكنيسة عايزين فصل إعداد خدام، وكانت المعوقات كثيرة من غير ما أدخل في تفاصيلها، إنما يعني أبونا الشنودة بدأ يهتم وبدأ بفكر مختلف شوية. نشجعه على فكرته الجديدة، ربنا يوفقه ونجني منها ثمر قريب. نفسي ألاقي كل شبابنا خدام في الكنيسة بغض النظر عن نوعية الخدمة، مش بس اللي يخدم خدمة التعليم يبقى دخل إعداد خدام، حتى اللي هيخدم معنا في الفقراء، واللي يخدم معنا في المرضى، واللي يخدم علينا في أي مجال في الكنيسة، اللي هيخدم في أي حاجة يبقى دخل فصل إعداد خدام لصقله روحيا وعلميا ومعرفيا. ربنا يبارك في كل خدمة متقدمة في الكنيسة، ولإلهنا كل مجد دائما أبديا أمين.